ينتظركم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا، مشاهدي قناة المهدي الفضائية، وهذه التغطية الخاصة لموكب خيمة عبد الله الرضيع عليه السلام التابع لدولة الكويت على الشارع الرابط بين كربلاء المقدسة والنجف الأشرف. كونوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى ومع أحد خدام الإمام الحسين والقائمين على موكب خيمة عبد الله الرضيع الأخ حيدر. السلام عليكم وعظم الله لنا ولكم الأجر. وعليكم السلام، عظم الله أجورنا وأجوركم وأجور الأمة الإسلامية، ونعزي في هذه الزيارة المليونية الإمام صاحب عصر الزمان عبد الله تعالى فرجه الشريف إلى مراجعنا العظام كافة بمناسبة زيارة الأربعين. أهلا وسهلا بك. أنا أول سؤال أقدمه لك هو شو وقت تأسس موكب خيمة عبد الله الرضيع عليه السلام؟ موكب خيمة عبد الله الرضيع تأسس بالكويت سنة 2002، كان عبارة عن خيمة صغيرة في بركات المؤمنين. كبر الموكب، جينا للعراق 2008 والحمد لله رب العالمين. كان عندنا فرعين، فرع بكربلاء شارع الغبلة عند بجانب جامع الإمام الحسن عليه السلام، فخذينا الأرض هذه، صار صرح كبير حق عبد الله الرضيع عليه السلام، وجمعنا هني طاقتنا، خلينا طاقتنا هني تكون لخدمة زوار أبي عبد الله الحسين عليه السلام. يعني التأسيس الأول كان في الكويت 2002 وانتقلتوا للعراق 2008 صحيح؟ صحيح. شلون اجتكم الفكرة انه انتقلتوا الى العراق؟ لو فتحتوا فرع ثاني نقدر نقول؟ احنا فتحنا اكثر من فرع، اكثر من دولة، بإيران فتحنا، بالعراق فتحنا، بالكويت فتحنا، بس العراق كانت فكرة موجودة يعني، لكن من تطورنا بالكويت شوية شوية صار التطور عندنا موجودة والفكرة موجودة أن نكون داخل العراق، وما حد ما يبي يخدم الإمام الحسين عليه السلام، فأجينا العراق الحمد لله. طيب الفكرة كانت حين التأسيس 2002 لو 2008 رأسة باشرته؟ لا، من 2002 كنا ندرس يعني شلون النتاج أن نجي هنا، شنو نقدم من خدمة للزوار أبي عبد الله الحسين. أنت عارف خادم الإمام الحسين، إن شاء الله عندك معلومة في هذا، الزائر يجي يعني إذا أنت تشوف المواكب اللي قاعد عيش سمك تشريب ما يشتهيه الزائر، اما انت هني شنو يعني خدمي خفيف، لفه تكون لفه عباره عن قص، عباره عن دجاج شوايه، عباره عن كباب، لفه كباب، عباره عن بيتزا. الحين اخر الليل نوزع بيتزا حق الزوار، بعدها يبدا الريوق، فشيء خفيف للزائر يعني. الريوق قسم معجنات هذه السنه الحمد لله رب العالمين توفقنا فيه، قاعد نسوي انتاج قوي يعني. عندك الكيكه يزدي 15000 كيكه، عندك الدونات، عندك انواع من الكيك، من الكروسان والفطاير، قاعد نقدمهم لزوار ابي عبد الله الحسين. شيء خفيف يكون للزائر يعني، مجرد انه ياخذه وهو يمشي يقدر ياكله، ما تقدر انت تربط الزائر انه يقعد عندك، لازم يقعد او يكون بالبمبي. طيب بمعنى انه انتم تقدمون الاكل وايضا وجبات تحليه للزوار؟ تحليه نعم. اريدك تقول لي وجبات الاكل ايش كم وجبه باليوم وشنو انواعها؟ احنا اول شيء نبلش، صارت عندنا عادة سنوية باستشهاد الإمام الحسن نبلش توزيع يعني. حتى إذا تلاحظ أن هني طريق كربلاء ونجف عمود 13 ما تكون واصلت الزوار، تكون زوار خفيفة، أعداد خفيفة يعني، تكون أعدادنا على مستوى الشارع، شنو متى ما شفنا ازدحام راح نزيد الأعداد. احنا نبدأ يعني من 400 كيلو 500 كيلو القص، إذا يوصل إلى 3 طنون 4 طنون يوميا. الدجاج كذلك يعني، الدجاج كل شوايه تشيل له 150 دجاجة، عرفت؟ 27 صيخ، كل صيخ على 5 يصير 135 140 بالضبط. الدجاجة تقسم على 4 وعليك الاعداد. الكباب بالساعة ينتج 700 صيخ. البيتزا تتقسم الى 4 اقسام، نسوي من 300 اول الايام تكون مني، من نوصل الى العدد 1000. طيب هذه المعدات والامور الطعام اللي انتم تستخرجوها وتصنعوها بايادي محترفه لو اجهزه وخبراء
يعني ابو الكيك شيف، ابو البيتزا شيف، ابو القص شيف، ابو الدجاج شيف، يعني حق التتبيله حق شيء يليق في زائر الامام الحسين عليه السلام. طيب من كل سنه من اي يوم تبتدون بالخدمه؟ احنا قلت لك عاده سنويه عندنا في استشهاد الامام الحسن عليه السلام، نكون احنا نبلش التوزيع من ليله الاربعين، ظهر الاربعين يعني يكون زياره خفيفه شويه، ف نكون للغداء وجبه الغداء بعدها الشارع ينقطع ويعودنا الله ان شاء الله وياكم كنا زوار بعد. طيب وقتكم اليومي من اي وقت يبتدي صباحا الى اي وقت ينتهي؟ هذا دائم احنا نقوله بكل لغات، نقول خدمه الامام الحسين عليه السلام، احنا نقول الموكب الوحيد، نتمنى كل المواكب كذي خدمه 24 ساعه. عندك نبلش من الساعة 8 الصبح لغاية الساعة 1 ونص، هذا كله توزيع القص والبيتزا والشاورما والدياي الشواية والكباب، هذا كله مستمر. من توقف ساعة نظافة تنظيف المطبخ وتعقيمه، بعدين تبلش في فترة الريوق اللي هو كيك ووجبات التحلية والدونات والجبن والمربى والخيار والزيتون والشاي والحليب، هذا كله يكون من الساعة 2:30 إلى غاية الساعة 7:30 8 يوقف هذا، بعدين يبلش وجبات الكباب وهذا. طيب كونك خادم الإمام الحسين وأحد خدام هذا الموكب، عندك شعور أنه الناس تنتظركم كل سنة أن تكونوا متواجدين؟ هذا الشعور يعني يجينا كل سنة، كل سنة يقولون إحنا ناطرين بركة عبد الله الرضيع. الحمد لله رب العالمين اللي وفقنا وخلانا سبب نكون في هذا الموكب أو في هذه الخدمة الحسينية، أن الناس تنتظر بركة من عبد الله الرضيع لشفاء مرضاهم، لقضاء حوائجهم، والله يقضي حوائجهم ان شاء الله ويشفي مرضاهم، يشفي مرضى. لاحظت جزء معين مع الاسم مرتبط به اللي هو رقم 110، شنو معناته هذا؟ رقم 110 كذا اسم له، يعني احنا بحثنا وسوينا بالاحرف الابجديه وعلم الجفر في خاصه، يجي يرمز ال 110 الى اسم علي، فعلي علي بن ابي طالب سلام الله عليه، وعلي علي الأصغر عبد الله الرضيع عليه السلام، فهذا الرمز خليناه للموكب شعار، يعني أنت عارف مواكب بايد، فهذا شعار يبين أن موكب خيمة عبد الله الرضيع 110. يعني تم دراسته هذا الاسم؟ هذا تم دراسته الاسم، مو عشوائي. طيب اليوم إيش قد تقول لي عدد الخدام الأساسيين بداخل الموكب؟ إحنا كنا قبل كورونا يعني نوصل أعدادنا توصل 250 وتجي من جميع الجناسي. الأساسيين؟ الأساسيين جميع الجناسي اللي يجون إحنا نجيبهم معانا، كادر يجي كادر باكستاني، يجون السعوديين شباب السعوديه هم عندهم موكب السعوديه هناك، هم نسيت ما اذكرهم، عندنا موكب السعوديه بعد، واحنا من الكويت نجي، ويجون كادرنا من ايران، يجي كادر باكستاني كانوا ويانا، فوضع كورونا ما كورونا غل العدد، فجينا من السعوديه كم واحد، جينا من الكويت احنا كم واحد، جينا من ايران كم واحد، جينا الحمد لله رب العالمين بنمشي خدمه امام الحسين، وان شاء الله الله يبعد عنا هذا البلاء. شلون تم التنسيق بيناتكم كون انتم من الكويت وعندكم خدام من العراق ومن لبنان ومن السعوديه، شلون نسقتوا بيناتكم وانجمعتوا بهذا الموكب؟ سبحان الله، محبه الامام الحسين هي كل قلب موجوده وكل روح موجوده، توفيق من رب العالمين ونظره من سيد الشهداء سلام الله عليه، خلى عرفنا على الشباب السعوديين، جو قالوا بنخدم وياكم، صارت ولفه بيناتنا، صارت محبه اخوان، افتحوا فرع هناك عندهم. هم الباكستانيين كذلك جونا بالكويت يخدمون ويانا، مقيمين بالكويت هم يخدمون ويانا، صارت جبناهم كربلاء، الايرانيين كذلك، اهل الكيك اليزدي واهل هذه، واللبنانيين هم كذلك هم جو لخدمه ابي عبد الله الحسين. الحمد لله رب العالمين، محبه الامام الحسين هي اللي جمعتنا بالخلاصه. طيب هذا موقعكم الوحيد بالعراق؟ كان موقعين قلت لك في شارع القبله كان موجود فرع، وهذا الموقع الثاني الرئيسي، المطبخ الرئيسي مثل ما انت شايف في عمود 1013 طريق كربلاء ونجف، وان شاء الله ان شاء الله في السنوات القادمه نسوي مطبخ تحضيري يكون في كربلاء المقدسه شارع القبله عند الامام الحسين عليه السلام، نكون هنا نطبخ ونجهز الوجبات، والوجبه تروح كامله جاهزه مع عصيرها تتقدم للزائر هنا، تنطبخ هنا وتتقدم هناك باذن الله بالسنوات القادمه. يعني عندكم مشروع دارسين انه يكون مطعم متنقل الى مطعم كربلاء؟ متنقل باذن الله، وان شاء الله في مشاريع، ان شاء الله انت عارف الحين صيف والزائر يحتاج شيء بارد، عندنا مكاين العصير قاعد تشتغل ومكاين الماء قاعد تشتغل، هم نوزع فيهم منتجات الموكب يعني مو نجيبها من برا، فان شاء الله ان شاء الله في عندنا مفاجاه زوار ابي عبد الله الحسين ان شاء الله بالسنه القادمه راح تكون موجوده باذن الله، او راح تكون تشوفونها بعد وتصورونها انتم ان شاء الله لكم. نحب نشوفها نعرفها حاليا المفاجاه، نخليها للسنه تجي. التوفيق من ابي عبد الله الحسين، بس دعواتكم ودعوات المؤمنين بتسهيل الامور، ويجي الموكب من هناك من الكويت هو جاهز، كشك جاهز ان شاء الله راح يكون
يكون منصوب في يعني بطريق المشاي. نسأل الله بحق عبد الله الرضيع أن يمنحكم طولة العمر وأن يمدكم بكل شيء لخدمة الإمام الحسين، والأهم هو القبول لكم. اللهم آمين إن شاء الله، والعودة كل سنة لخدمة أبي عبد الله الحسين، ويحفظ الزوار ويعودون لأهاليهم سالمين غانمين، والله يتقبل منا هذا الغليل ونظرة من صاحب الزمان، ويسجل أسماء خدامة أبي عبد الله الحسين عليه السلام. شكراً لك. شكراً لك حبيبي. مشاهدينا الكرام، ما زلنا متواصلين معكم مع هذه التغطية الخاصة لموكب خيمة عبد الله الرضيع عليه السلام، كونوا معنا. أهلا بكم مرة أخرى ومع خادم الإمام الحسين الأخ أحمد. السلام عليكم، عظم الله لنا ولكم الأجر. عليكم السلام ورحمة الله، أجورنا وأجوركم بمصاب عبد الله الحسين. حاب أقدم شكر لقناة المهدي على حضوركم وتشرفون على هالمكان وتشوفون خدمة إمام الحسين من بطن مطبخ خيمة عبد الله الرضيع، وكيف يتم الخدمة، خدمة الزوار أبا عبد الله وطريقة خدمتنا. وراح انتم خدام الحسين واحنا خدام الحسين عليه السلام. انا اول سؤال راح اساله لك، زميلك ذكر انه عدد الطعام اللي يقدموه يوميا، انا سؤالي لك شلون تم اختيار الشيف اللي يقيم على الطعام، وشلون تم اختياره وتقييمه؟ بالبدايه كانوا ناس متبرعين ان يخدمون معانا بالموكب، فتم اختبارهم بالموكب يعني حسب خدمته وطريقة الخدمة، وناس عندهم خلفيات بالموضوع، يعني كمثلا خلينا نتكلم موضوع الشيش أو القص، ناس لها محلات ولها مجمعات تشتغل مثلا كمنطقة كربلاء، عندهم مواكب، أصحاب مواكب عندهم خلفية عظيمة بهذا الموكب، لأن إحنا الشغلة اللي نستخدمها بالموكب شوي عظيمة، فمو أي شخص عادي يقدر يطبق هذا الشيء. فبالبداية اختبرناهم وشفناهم يعني شغلهم على مستوى التعب والكميات الكبيرة اللي نقدمها شغل ماشي. عندنا شيف من العراق وفي شيف من لبنان، حسب كل قسم له شيف الخاص المعين. اي نعم، مثلا عندك الشيش العراقي، شباب من العراق خدام عندنا بالموكب. قسم تجهيزات الحلويات او مثل ما يقولوا المناقيش، هذا قسم لبناني، شيف لبناني جاء من لبنان، متبرعين باسم الحسين عليه السلام. يعني جميع متبرع؟ اي نعم، باسم الحسين يجون الموكب يخدمون معانا ويقدمون افضل خدمه حق زوار امام الحسين عليه السلام. وبعد ما تنتهي المده الزمنيه الزياره، كل واحد يعني كل شخص يرجع المكان اللي اجى من عنده ديرته وهذا. بما انه المعدات عددها جدا كثير، انا دا اشاهد والطعام جدا كثير، هذه يحتاج لها طبعا كادر صيانه، متوفر عندكم كادر صيانه بداخل هذا الموكب؟ اي نعم، الكادر موجود، كادر الصيانه حق كل المعدات والاجهزه اللي موجوده. في كوادر يعني صيانه من العراق نفسه، وفي كوادر من خارج العراق كمثال مناطق ايران والكويت والسعوديه ولبنان بعد.
الكادر اللي يتعامل مع جهاز معين، كون الكادر العراقي، كادر اللبناني، كادر الكويتي او الايراني، يجي شيف معاهم كامل، فريق كامل، شيف وصيانه وتجهيز او تنظيف الجهاز نفسه، لان كل شخص يختص بجهاز المعين او خبير جهاز المعين، فهو يتحكم بكل شيء. كون الكادر مالتكم ما شاء الله يكثر من 50 الى 60 فرد داخل الموكب، شلون يتم تقسيم العمل بيناتكم؟ يكون على وجبات شفتات او انتم كلكم تكونون بخدمه واحده وترتاحون في وقت واحد؟ بالبدايه كل شيف عنده فريق المعين، هو اللي يشرف على الفريق، انه مثلا مجموعه اشخاص يداومون من الصبح لغايه الظهر ويرتاح، بعدين يطلع الفريق الثاني يغطي مكان الفريق الاول من فتره الظهر لغايه فتره مسائيه، اساس يكون ترتيب وتنسيق، يعني كل شخص هو من داخله يرتب الامور ويعدل، مجرد انه نظره خارجيه عن المكان. اي نعم. شنو رسالتكم اليوم؟ والله رسالتنا ان نتمنى ان كل الزوار بكثر ما يستطيعون واهل المواكب يقدمون كل خدماتهم اتجاه الامام الحسين وكل ما يتطلب، يعني الزائر كونه يجيك الزائر قدم له جميع انواع الخدمات، لا يحوش نقص، لا يحتاج شغله مو موجوده. فنحاول كثر ما نقدر وفوق استطاعتنا ان نقدم حق الزوار كل الخدمات المحتاجه. تقدر توصف لي شعور خادم الامام الحسين عليه السلام حين انتهاء الزياره؟ والله بصراحه اصعب شعور هذا، يعني انت احنا مدار السنه ننتظر هذا اليوم اللي نخدم فيه زوار ابو عبد الله الحسين، وبالنهايه يجينا هذاك اليوم اللي راح نسكر موكبنا، يعني شعور ما اقدر اوصف لك اياه، شعور حزين. احنا متشوقين للزياره وللخدمه بهذا المجال وبعدها تنتهي، فشعور جدا صعب، يعني نتمنى كثر ما نقدر ان نمدد هالايام لا تخلص، عشان لا يحوشنا هذا الشعور التعب او الحزن ان خلاص وقفت ايام الخدمه وما راح يعني تنتهي السنه القادمه. نسال الله بالحسين عليه السلام القبول لكم ان شاء الله. ان شاء الله، تسلم ما تقصر وشاكر لك على زيارتنا. السلام عليكم، عظم الله لنا ولكم الاجر. اجرنا واجركم، الله يبارك فيك. اريدك تذكر لي شلون يتم تجهيز الثلج بداخل هذا المعمل؟ طبعا في البدايه هو احنا عندنا معمل مال مي ارو، يدخل لنا خام وحسب المعايير الصحيه والدي دي اس، يعني مقبوله جيده جدا ان شاء الله. راح يدخل مي ارو يجينا عن طريق المعمل، صار بنهايه الموكب عن طريق بايبات، راح يدخلنا عن طريق المضخه. هذا معمل، هذا معمل متنقل، يعني ممكن تنقله باي مكان زين. راح يدخل عن طريق الكمبرسرات، بيو هذا البراد الاول هذا لحفظ الثلج زين، هذا لحفظ الثلج والثلج المنتج يعني في البدايه. الساعه مات خلال 24 ساعه يجهز لي ما يعادل 10000 كيلوغرام بس خلال 24 ساعه، اي ما يعادل 360 قالب من هذا القالب، هذا طبعا هو هذا ما يارو ماشي خلال 24 ساعه. لا احنا جاي نستخدم هسه الماي الارو، نستخدم للطبخ، يستخدموا جماعه الافران، جماعه الافران المخبز اللبناني يستخدم الثلج، والكيك اللي عندنا باقي الاكلات يستخدمون به ثلج، عمود يبردون به العجنه الخاصه بهم، ونفس الوقت نستخدم الثلج لتبريد المي. احنا عندنا معمل خاص باكياس، ويجينا كيس بارد، عندنا منظومه خاصه تبرد المي، وبالتالي يدخل المي لمنظومه الاكياس، معمل الاكياس. ممكن انه هذا تدري من عرضه انه امام الزائرين ممكن تصير بدرجه حراره، فهذا الثلج نكسره ونخلي حماتين للزوار، ونفس الوقت نطبيه للمواكب. زين؟ القامي على ما على هذا المعمل، بالنسبه لهذا المعمل انا شغله، زين؟ وياي بعد فني اخر، وعندنا شخص خالي على معمل الارو، ذاك يضخرنا المي الارو من نهايه الموكب، يعني خلينا خزانه المعمل الجهه الثانيه، راح يضخنا احنا نستلم المي الارو، بالتالي نضخل الماكينه اللي عندنا معمل الثلج، وبالتالي راح ينجز هاي القوالب، ويجون في باقي العمال كل من حاجته ياخذها من هذا المعمل، الفائض عندنا جاي نجهز المواكب.
مشاهدينا الكرام، نصل إلى نهاية تغطيتنا الخاصة لموكب خيمة عبد الله الرضيع عليه السلام التابع لدولة الكويت. نسأل الله لهم ولكم القبول والسير على نهج الإمام الحسين عليه السلام، ونلتقي معكم وتغطيات خاصة إن شاء الله في أمان الله.